بحب شخص مش مناسب ليا؟ يعني ايه يعني؟ هو انا كل مره يطلع لي ده؟ ايه الحظ المهبب ده يا ربي؟ اقدرك بقى، هتعملي ايه؟ يعني اصوم صوم وافطر على بصله؟ دي تبقى مصيبه. كل شيء جايز عشان تبطلي تريقي عليا. اديها قلبت بنكد. ولا يهمني، دي مجرد لعبه، احنا بنتسلى. وياما لعب وقلب بجد. الكلام ده مع الموهومين اللي زيك، انا ما يفرقش معايا الكلام ده. غيري بقى الموضوع احسن. ماشي ماشي، بس اياكي تحطي مناخيرك في حاجه تاني. ها بطلي فضولك ده. انا كده عندي حب استطلاع، اعمل ايه بس؟ تنامي. تصبحي على خير. اطفي النور بقى. بتقول لي جاي رحله عشان البنات، وانا ليا هدف وعايز احترف في سويسرا. لا لا، انا لازم اعرف. قول لي ايه اللي حصل. ما حصلش حاجه. امال كنتوا قاعدين ساعه وربع بتقولوا ايه؟ قالت لي بلاش اقول لك كلام يزعلك. يبقى قالت لك انها مش معجبه بيا. عاطف لو مش مصدقني وهسالها. تصدم، ما كنتش اتوقعها ابدا. يا عم ايه الافلام اللي انت عايش لنا فيها دي بقى؟ علي لو سمحت، عايز اقعد في الضلمه لوحدي، فضلي الاوضه. طب يا سيدي براحتك، انا ناسي. علي ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي يا علي. بخاف من الضلمه يا علي. ايه النظام يا نونا؟ شكلك مش على بعضك كده النهارده. ايه يا بوسي، احنا في الكلاس. بجد والله؟ احنا في الفصل مش في الفسحه. ركز. لو اتكلمت تاني انت عارف هتروح فين. هيروح النار. اي استظراف او خفه دم هوقف الحصه وبلغ المدير. دلوقتي هنختار اتنين، كل ولد وبنت هيشاركوا في بحث مع بعض قدامكم المراجع في المكتبه والبحث الميداني وسط الناس. يعني نسال الناس في الشارع؟ ما نلبس ملابس تنكريه احسن. البحث ده للاذكياء بس. هنختار كل اتنين حسب ارقام الديسك، الارقام الفرديه مع بعض والزوجيه مع بعض. اوكي يا جماعه؟ لو سمحتي. ايوه حضرتك، انا عايز احول زوجي. اقعد مكانك. انا مش لاقي نفسي في ثلاثه. بقول لك اقعد. دلوقتي هنوزع الارقام. رقم 1 مع رقم 11، رقم 2 مع رقم 4، رقم 5 مع رقم 7، رقم 8 مع رقم 12. حلو قوي الجو ده. رقم 3 مع رقم 9. ده ظلم. شكرا يا جماعه، ما تاخروش الابحاث، اتفضلوا.